تبيان أحكام زكاة الأنعام وترسيخ ثقافة التواصل بين الأئمة والموال كانت أهم محاور اليوم الدراسي في طبعته الثامنة، والذي احتضنته بلدية سفيسفا أحد أقطاب تربية المواشي بولاية عامة. في اليوم الدراسي حول زكاة الأنعام، هذا اليوم الذي دأبت الولاية على تنظيمه وهو في طبعته الثامنة، يحضره الموالون ومن له شأن بالزكاة من أئمتنا وفقهائنا لتبيان أحكام زكاة الأنعام. للموال موعد مع إخراج زكاة أنعامه شهر أفريل من كل سنة، يحتاج فيها إلى بعض تفاصيل هذا الركن يشرحها إطارات قطاع الشؤون الدينية من خلال هذا اليوم الدراسي الذي يشهد إقبالا متزايدا كل موسم. هذا نهار مبروك إن شاء الله، ومتخصص منين جاونا مرحبا بهم، والناس تعرف الزكاة بصح كاين اللي راه يكون كبير، وهي كاين الزكاة محدد في 7 إبريل. وهذا الزكاة الناس كل تعرفها، كاين اللي محدد يعطوا الناس اللي ما عندهمش والمحتاجين. تفاعل أئمة المساجد مع مختلف قضايا المجتمع من شأنه رفع درجة الوعي لدى أفراده وقطع الطريق أمام المفاهيم الخاطئة التي تعكر صفوه واستقراره.